سمير عثمان يا برنس بيقول لك منتخب الجزائر ليه ضرب الجزاء وكان مفروض حكم الفار يكلم حكم الساحة ويخليه يجي يشوفها، ولكن حكم الفار ما عملش كده. وجريدة الشروق يا برنس الجزائرية بتقول لك الحكم الإماراتي أفسد العرس الكروي ما بين مصر وما بين الجزائر باحتسابه هدف تسلل لمنتخب مصر. يا جدعان يا جدعان في ايه مالكم؟ وبرضه يا برنس نفس الجريدة بتقول لك ان الشناوي اخر ضحايا سليماني. وتريزيجيه يا برنس بيقول لك فرحة منتخب الجزائر بهدف التعادل بينت قوي ان المباراة كانت صعبة على منتخب الجزائر وعلى اللعيبة، ولعيبة منتخب مصر زعلانة جدا جدا بسبب التعادل واحنا كمان وربنا. وكابتن شوبير بيقول لك يا برنس ان الشناوي لو كان خد خطوتين في هدف التعادل بتاع الجزائر كان الشناوي قدر ان هو جابها. طب ليه من يا كابتن شوبير او ما جابهاش؟ وروي فيكتوريا يا برنس بيقول لك انا فخور جدا جدا بلعيبه منتخب مصر وبالاداء اللي هم عملوه النهارده امام منتخب الجزائر، واحنا عاوزين منك اكتر من كده. وخالد بيومي يا برنس بيقول لك مباراه النهارده اثبتت ان منتخب مصر بيبان جامد قوي في المباريات الكبيره، ومنتخب مصر النهارده بان بنفس الاداء اللي ظهر بيه امام بلجيكا والمنتخب جامد حرفيا. جمال بالماضي مدرب منتخب الجزائر يا برنس بيقول لك الصراحه يعني ما عجبنيش الاحداث اللي حصلت النهارده في ماتش منتخب مصر بسبب حاله الطرد، وانا كنت عاوز 11 قصاد 11 عشان المنتخب يستفاد اكتر من المباراه. طب هنعمل ايه؟ طيب هنعمل ايه؟ سؤال ليك انت يا برنس، عاوزك بقى تختار مين احسن لاعب كان النهارده في المباراه واكتب عندك في الثلاثه. وما تنساش يا برنس اللايك بتاعك، ولو انت اول مره تشوفنا ابدا تابعنا كده يا برنس، ويلا بينا بقى سلام.